أنت لم تتأكد، بلا أنت سلة لم بلا تتأكد سلة. من المعطيات سيد خالد، أنت تريد شيئا واحد، تريد أن تشكك في ملف وتشكك في الأفراد الموجودة في الملف وتشكك في صحة ملف قاضي التحقيق. هل ممكن كلمة سيدتي؟ هل ممكن كلمة؟ نعم. نحن نناقش معك سيدتي. أستاذة مرام، بالنسبة انت قلتي بأن هناك التحقيق في جريمة قتل مع حسب مقتضيات التحقيق، التصريح اللي خرج هذه 48 ساعة من عند السيدة ابتسام تؤكد بأن السيد قاضي التحقيق اقتنع وأحال الملف على النيابة العامة، وأنت تعرفين المصادر القانونية على أن سلطة الاتهام اللي هي النيابة العامة وسلطة التحقيق اللي هي قضاء التحقيق فهما سلطتين منفصلتين مستقلتين، ياك؟ ولكن القانون أو قانون المسطرة الجنائية من الفصول 90 إنما ما فوق يؤكد على أن يعني النيابة العامة تبقى لها الصلاحية على مواكبة المجريات ديال التحقيق. إذن هنا إلى حين أن السيد قاضي التحقيق يصدر أمرا فيه إما أمر بالمتابعة بلاتي إما الأمر بالمتابعة، هذا القانون نكمل لك وهضري كي بغيتي عقبي كي بغيتي، الامر بالمتابعه، الامر بالاحاله على الحفظ بلاتي، الامر انت مستعجل علي، ما الذي يستعجلك سيد خالد قاضي التحقيق؟ قاضي التحقيق من لديه سلطه الاعتقال، وانت تعرف انه يمكنه الاعتقال في اي وقت عند الوجود لديه الى قاعته يمكنه اعتقاله. اسمعي غير السؤال السيده مرام، السيده انا او سلطتك انت الذي امره بالاعتقال او انا تحويله للملف للنيابه العامه. اذا ننتظر قاضي التحقيق وننتظر ما يقع. لا السيد قاضي التحقيق راه خرجت السيده ابتسام صرحت قال صافي حال على النيابة العامة. أنت سيدة عارفة بالقانون، تنعرفوا بأنك أنا سيدة عارفة بالقانون، ولكن لدي ملف تشتغل عليه سيدة وهي زينب الخيار محامية ومحامي آخر، ونقشي معايا نقشي معايا غير القانون على عدة أشياء. لا هذا ما في تحفظ، نقشي معايا بلاتي، نقشي معايا غير القانون. لا يمكنني أن أقرأ بشفاف مجريات الملف، بل كل ما سألتني عليه هو هل تم التكييف ونكرانهم للتكييف، اجبتك عن التكييف. لا بلاتي لا يهمك الان، لا يهمك الان هو ان تسال عن تسجيلاته وتساله عن التكييف. لا انت طرف الان تقولينها بعظمه لسانك، انت طرف. لست طرف، انا لست مطالبه بالحق المدني، انا فقط انسانه رات ان هناك انسان تم هتك حقه الذي هو حق مشروع. لماذا لا تتركني ان اتكلم؟ من قاموا باذيتي؟ غير قولي انا لست طرفا مدنيا، غير نقش معايا القانون. انا مجرد انسانه تبنت الملف تبنيا عن قناعه بانني مقتنعه ان هناك اختلالات وهناك تعسفات وهناك اشياء مورست من العائله بشخصه قيد حياته سيد نور الدين العطور ذلك اليوم يوم وفاته، وانا مع الملف حتى النهايه. مزيان، غير جو، غير كمل هذا سؤالي. ما انا اعرفه، ولست مطالبه بالحق المدني كمصدره مهاجمه. استاذه مرام، طيب سيدتي المحترمة مع كامل الاحترام والتقدير، أكمل سؤالي رجاء. أنت سيدة عارفة بالقانون، أنا أسألك بالقانون، هل حينما خرجت السيدة ابتسام وقالت أن انتظر يا سيدي، انتظر يا سيد خالد، ربما تسمع اعتقالات، ربما تسمع استنطاقات، ربما تسمع شيئا جديد، لا عجلة في الموضوع. واسمعيني، انتظر سأنتظر غير سمعيني أنايا وجاوبيني قانونيا نفهم منك. عافاك الله يرحم باك. تنعرف أن السيد قاضي التحقيق كما قلت أن قانون المسطرة الجنائية هو الذي يحكم يعني هذا التحقيق، التحقيق الإعدادي، ياك؟ تحكمه أن النيابة العامة تبقى متابعة المجريات إلى حين صدور الأمر. الأمر فيه ثلاثة. نعم. الأمر بالمتابعة والأمر بالإحالة، ياك؟ وكاين هاد القضية ديال أنه أعطى النيابة العامة بمعنى أنه اقتنع وأصدر أمرا. واش كاين أمر بالمتابعة؟ إذا كان هذا الأمر نكمل، خليني ما تقاطعينش. إذا كان الأمر لا يمكنني أن أقول شيئا، سرية باه، انتظر واخا. إذا كان واخا هل تظنين سيدتي يا سيد خالد، انتظر وخليني غير نكمل. وغير السؤال يا مدام، الله يخليك أستاذة المحترمة، الله يخليك. هل من المنطق قضية رأي عام المغاربة كاملين أن تنسافر دائما
ويلتقونني المغاربة في الطاكسي في التران كل شوية يسألونني هل تعتقدين أن ولو شي حاجة بسيطة ما تخرجش النيابة العامة لأن تحال عليها الملف دابا حساب التصريح ديال السيدة ابتسام أنه تحال على النيابة العامة إذا النيابة العامة خاصة تنور الرأي العام ببلاغ رسمي ومادام أن الأدلة اللي تقدمت للسيد قاضي التحقيق واقتنع بها السيد قاضي التحقيق اقتنع بها السيد قاضي التحقيق تتأكد على أننا كمتورطين من عناصر أمنية يعني أن أصبحت المديرية العامة للأمن الوطني بأنها تخرج واحد البلاغ لأن كاين عناصر متورطة واستخدمت آليات اللي هي سيارات ديال الخدمة اللي ساهمت في هذه الجريمة أو ساعدت في هذه الجريمة أتظنين بالمنطق أنت تبارك الله عارفة بالقانون أنه ما يمكنش لحد الساعة ما كاينش بلاغ رسمي ثانيا هناك تسريبات تنسب إلى السيدة ابتسام تنسب أنا قلت تنسب للسيدة ابتسام تقول بأن أو تتهم قضاء التحقيق بأنه يتماطل وإلى غير ذلك إلى تنسب إليها أنا ما قلت جيالة ولكن ينسب إليها ورايجع على مستوى السوشيال ميديا أن خوفا على الأمن خوفا على الأمن لأن هذه قضية أمنية راه قد التحقيق ما بغاش يتحمل المسؤولية دياله ماذا تردين؟ بالنسبة للنيابة العامة ذلك يخص النيابة العامة ويبقى في سرية البحث ولا يمكنني الرد عليه حتى يأتي الخبر من قاضي التحقيق ومن النيابة العامة بالنسبة للسيدة ابتسام الذي تكلمت عنها انتظر فيك خالد بالنسبة للنيابة العامة بالنسبة للسيدة ابتسام العطور التي تكلمت عنها وعلى التسجيلات وهي تتكلم على قاضي التحقيق نسبت صحة التسجيلات ولكم القضاء ماذا نقول إذا أثبت أحد شيئا على آخر فليرجع إلى القضاء لا تهمني التسجيلات فأنا لا أعرف إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة لا يمكنني اتهام ابتسام العطور لا أنا ولا أنت ولماذا تتهمون أطراف أخرى بأنها هناك وورطوك بناء على أدلة بناء على أدلة سيد المحترم بناء على أدلة عند القضاء إن شاء الله هل هو اللي كاين عند القضاء بناء على أدلة سيد خالد إذ كانت العائلة متهمة اسمع سيد خالد صحيح إذ كانت العائلة متهمة بناء على أدلة أنا تنظر على قناة ماروك نيوز لاين اللي قلت أنت أن ورطك لا تتكلم عنها أحد لماذا تدرج نفسك في الحوار أنا لم أتكلم عنك وجه السؤال للمحامية وتسجيلاتك لدى الوكيل العام إذا كانت صحيحة يمكنك الاطلاع عليها لماذا تسألني أنا هل أنا محامي دفاع في ملفك أنت وملف الشاهد أنا في ملف العطور سيد خالد داري ولست في ملف الشاهد لنتقدم في النقاش سيدة مرام إذا ثبت حسب هذه التصريحات اللي أنت مطلع على الملف يعني كما قلت في البداية فهناك طبيبة أو طبيب متورط ثم المعاين أنا متورط يا سيدي لماذا تورطون لماذا هذا أنا أريد سؤالك سؤالا هل يمكنك تركي أتكلم فضلي. أتركني أتكلم فضلي. أتركني أتكلم فضلي. لماذا تتكلمون وتتكلمون على المؤسسات وعلى اتهام طبيبة بالتزوير يمكن أن نقول أن هذه الطبيبة ارتكبت خطأ ما فهناك فصول تقنن الأخطاء الطبية يمكن أن نقول أن هذه الطبيبة لم ترى الجروح ولم ترى عدة أشياء ربما جاءت بناء على محضر بحادث سير وأدرجت ما أدرجته في تلك الشهادة كلما تكلمنا على فرد لم يقم بعمله قلتم أننا نضرب في طبيب أو نضرب في مؤسسة ما نحن لا نضرب في أحد نحن نتكلم على أننا نرى أن هناك جريمة وأن هناك أشياء واختلالات ونتكلم على أفراد وليس على مؤسسات فرد ارتكب خطأ يمكن لنا كلنا أن نخطئ يمكن لأي موظف تابع لأي إدارة أن يخطئ ليس اتهام مباشر لأي أحد وإنما نتحرى على الخطأ أين كان وإذا وقع خطأ في حق نرضي العطور يجب تصحيحه مزيان هل هذا طلب يموت بأحد سيد خالد هل هذا لا يدخل فيما يسمى بالخطأ الجسيم يتطلب الفصل مباشرة من العمل أنت تعرفين بالقانون شوف سيد خالد جالي هذا يتدخل في الأخطاء الطبية ونحن نعلم أنه هناك أخطاء طبية ونعلم أنه يمكن أن يرتكب الإنسان الأخطاء
وبما أننا نحن مثلا إذا قلنا أن هذه الطبيبة لماذا لم تقوم بالتشريح، من حقنا، لأن كان يجب أن يكون لها انتداب يا إما من النيابة العامة أو من العائلة أو الطبيب الذي قام بالمعاينة. مثلا هي كطبيبة لماذا لم تقم بعد تلك المعاينة بطلب التشريح؟ هذه أسئلة موجهة إلى شخصي من قام بإنجاز ذلك التقرير، ليس اتهام. وإذ وضحت الأمور وأصبحت الأمور واضحة نتجاوز هذه المرحلة. سيدة مرام، أنت مطلعة جيدة على الملف، هل لك أن تعطينا تقدير معين إلى متى سيمكن إنهاء الملف وإحالته على المحاكمة؟ لا نعلم ذلك. بما أنك تعرف سيد خالد بأن قاضي التحقيق لديه سنة ويوم. سنة ويوم. هل بدأ الاستنطاق؟ سيد خالد هذا يبقى داخل إطار الملف قريبا، ثم تكون هناك مفاجآت عدة. هذا لا يمكن قوله بما أن الأدلة أصبحت ثابتة، وبما أن قاضي التحقيق ما زال يحقق، فلا يمكننا قول متى سيكون الاستنطاق أو ماذا يقع. أنا أطرح عليك سؤال، لا زال يحقق أم حقق وأحال عن النيابة العامة؟ هنا في نحلت أنا ما أعرفش. دابا يا سيد خالد، ما رأيك أن تنتظر؟ قلت لك انتظر، حلقاتك القادمة سوف تكون شيقة إن شاء الله، ولكن غشوا بيني باش نفهم. والله إلا بغي نمشي معك لكي تفهم عليك بالطرف الآخر أن يصبح صادق ويخرج عن طريق محامي ويبلغ حتى هو بالمستجدات في الملف. انظر كم نحن منصفون، نطالب من الطرف الآخر أن يقوم عن طريق محامي باطلاعنا على المستجدات. الطرف الاخر خاصو يمشي للحبس. لا لا، بمنطق القانون وبمنطق الاخلاق المجتمعي خاصو يمشي للحبس. كيفاش خاصو يجاوب؟ اريد ان اسالك سؤالا. لا انا تقول بان الطرف الاخر يجب ان يذهب الى السجن. أيه؟ ما رايك انت في التفريغات الموجوده لدى قاضي التحقيق؟ لم تكن يوجد بها شيء والا وبها خطاب للجريمه، وخطاب أن تنمي الجريمة وخطاب الأم. هل هذه التفريغات تهمني؟ كيف لامرأة عاقلة، اسمع سيد خالد، كيف لامرأة عاقلة تبلغ من العمر 63 سنة أن تتبنى خطاب جريمة قتل بكل وعي وبكل دقة وبكل تفاصيل الجريمة؟ علاش بغيتي المحامي ديالها يهضر؟ خاصها تمشي للحبس، خاص المجرمين كلهم مثلا هاد الناس اللي هما متورطين في الجريمة خاصهم يمشيو للحبس. المحامي ممكن أن يوضح ما دمنا في طور تحقيق، وما دمنا في جريمة مرت عليها 6 سنوات، وما دامت الجريمة المعالم ديالها ليست واضحة لأن ليس فيها شاهد عيان للجريمة أثناء التنفيذ. ولكن لدينا تلك السيدة التي تبنت خطاب الجريمة وتبنته بدقة وبتفاصيل، وتبنته كأنها كانت حاضرة لتلك الجريمة. يمكنها أن تبرر لنا لماذا قالت ذلك الكلام، أو تبرره لقاضي التحقيق. واش تبرر لك أنت ولا تبرر قاضي التحقيق؟ أنا بغيت نفهم. لا، تبرر لقاضي التحقيق. لا تبرر لي ولا لك، تبرر لقاضي التحقيق لما تبنت خطاب الجريمة. مزيان، واخا مزيان. غير الأستاذة مرام، حتى نتقدم في النقاش، أنا أطرح دائما أسئلة متعلقة. اسمع سيد خالد، أنا ليس لدي معك مشكل، ولكن ما قاله الخال كان طبيعي للإجابة عليه. لا يوجد ضدك أي شيء مني، لأنني أنا أول قناة صعدت فيها هي قناة، ومرحبا بك. بما أنني تبنيت هذا الملف، يعني تبني. شوفي، مرحبا بك في القناة، دافع عنه. شوفي، واش بغيتي تطلعي دائما في القناة ديال ماروكو نيوز لاين؟ بتطلعي ديما؟ لا، أنا لم أطالب بالطلوع. لماذا؟ لأنك لم تكن محايد سيد خالد. لا، أنا محايد. وهذا عتاب لك بما أنك تكون مستوطن طابعة. شوف، أنا محايد. مرحبا بك بالركب. لست محايد سيد خالد، ولم تكن محايد. لا، أنا محايد. كنت تتجه إلى اتجاه الحفظ، وتبنيت الحفظ من أفراد، وتبنيت أشخاص، ولم تتبنى ملف نور الدين العطور الذي لا دخل له في نزاع الأفراد وفي ترافق إدارة. أنا رأي إنسان تنستمع للجميع، تنستمع لك الآن. إذا بغيت تطلعي الماروك نيوز لاين يوميا، مرحبا بك لالا مرام، كثر ما هادشي للإفادة والاستفادة من الناحية القانونية، أنك أنت مثقفة قانونيا.